يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. نشرة رياضية من الجزائر الدولية، أهلا بكم. بلغ باير ليفركوسن الألماني نهائي الدوري الأوروبي رغم تعادله مع ضيفه روما الإيطالي بهدفين لمثلهما في إياب نصف النهائي. فعلى ملعب باي أرينا بصم الأرجنتيني ليناردو باريديس على ثنائية روما في الدقيقتين 43 و66 من ركلتي جزاء، لكن إصرار لاعبي المدرب تشابي ألونسو مكنهم من تعديل النتيجة عن طريق جيان لوكا مانشيني بالخطأ في مرمى في الدقيقة 82، والكرواتي ستاني تشيتش في الدقيقة 97 يتأهل بذلك بطل الدوري الألماني لنهائي اليوروبا ليج بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2. نحن سعداء بوصولنا إلى دبلن، نهائي آخر. أن نصل إلى نهائيين في أسبوع واحد أمر لا يصدق. لقد أظهرنا شخصية رائعة، خاصة بعد الهدف الثاني لروما. رأيت في أعين اللاعبين رغبتهم في تحقيق شيء ما، وهو ما تحقق في الأخير بعد العودة من بعيد وتعديل النتيجة. أنا سعيد جدا بالفريق وبأكمله، والآن لدينا هدف مشترك وهو الفوز بالألقاب الثلاثة سنحاول تحقيقه. بدوره تغلب أتلانتا الإيطالي على ضيفه مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في دور نصف نهائي من الدوري الأوروبي دائما. وتمكن أتلانتا من هز شباك الضيوف بفضل النيجيري لقمان عند الدقيقة 30، وتمكن بعدها ماتيو روغيري من إضافة الثاني في الدقة 52 ليختم المالي توري مهرجان الأهداف في الدقة 5 من الوقت بدل الضائع، ويصعد النادي الإيطالي لنهائي الأوروبا ليج لأول مرة في تاريخه. أعتقد أن نهائي اليوروبا ليج سيكون حقا لحظة تاريخية ورائعة في تاريخ أتلانتا. الآن الجميع سينتظر ما سنفعله في النهائي. هدفنا هو التتويج والعودة إلى بيرغامو باللقب والاحتفال به مع الجماهير التي دائما ما كانت بجانبنا. ما حققه نادي ليس لديه أرقام كبيرة مثل أتلانتا سيمنح الأمل للعديد من الأندية الأخرى، لأن كرة القدم الحديثة تعتمد على الجدارة أكثر من أي شيء آخر. تعرض لاعب الوسط الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني لكسر في قدمه اليسرى وفق لما أعلنه النادي الإسباني، وباتت الشكوك تحوم حول مشاركة تشواميني صاحب 24 عاما في نهائي دوري الأبطال المقرر في الأول من جوان المقبل أمام بوريسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي الشهير، والذي تأهل له ريال مدريد بفضل الفوز على بايرن ميونخ في إياب دور النصف النهائي. كما لا توجد ضمانات بشأن عودة لاعب بوردو وموناكو السابق إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا. دعت الرابطة العالمية لروابط كرة القدم والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والاتحاد الدولي للعبة الفيفا إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لمسابقة كأس العالم للأندية الجديد عام 2025 تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية. ومن المقرر حاليا أن تقام كأس العالم للأندية التي سيتنافس على لقبها 32 فريقا في الفترة من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025. وجاء في رسالة الرابطة العالمية أن هذه التغييرات في الجدول الزمني أدت إلى ضرر اقتصادي للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين إلى ما هو أبعد من حدودهم. وطلبت الرابطة العالمية من مجلس الاتحاد الدولي إعادة جدولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشة حول الرزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030.
تغلب النصر السعودي على مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، وتقدم ضيوف بهدفين سريعين خلال أول ربع ساعة عبر مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 7 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 15، لكن أصحاب الأرض عادوا ليعدلوا النتيجة عبر هدفي حسن الحبيب وصفوار جودوين في الدقيقة 76 على التوالي، ثم عاد بروزوفيتش مرة أخرى ليسجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ويؤجل تتويج المتصدر الهلال بلقب الدوري الذي بات يحتاج إلى نقطة واحدة من مبارياته الثلاث لحسم أمر اللقب. توج الدولي الجزائري محمد لامين عمورة الخميس بأول ألقابه مع نادي يونيون سان جيلواز، وأحرز عمورة كأس بلجيكا رفقة فريقه بعد تغلب على حامل اللقب أنترويب بهدف وحيد سجله كوكي ماتشيدا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ويعتبر هذا اللقب الثالث في تاريخ النادي في منافسة كأس بلجيكا والأول له منذ فترة طويلة، ويعتبر هذا التتويج الثاني في مشوار عمورة الاحتفالي أو الاحترافي في أوروبا بعدما توج قبل سنتين بكأس سويسرا رفقة نادي لوغانو. فاز الإسباني بيلايو سانشيز بالمرحلة السادسة من سباق إيطاليا للدرجات، وابتعد سانشيز متسابق فريق موفيستار والفرنسي جوليان ألافيليب والأسترالي لوك بلاك عن المجموعة الرئيسية في نهاية المرحلة التي تبلغ أو بلغ طولها 180 كيلومترا، وأنهى تادي بوجار متصدر ترتيب العام المرحلة ضمن المجموعة الرئيسية ليحتفظ بالقميص الوردي قبل مرحلة ضد الساعة المقررة اليوم الجمعة. عانى الإسباني رافائيل نادال لبلوغ الدور الثاني من دورة روما للماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب، واحتاج الماتادور الإسباني نحو 3 ساعات لتخطي البلجيكي زيزو بيرس الصاعد من التصفيات بواقع 6-3 6-4 و6-4 في الدوري الأول. يلتقي نادال المتوج بلقب الدورة 10 مرات في الدوري المقبل مع البولندي إيبر هوركاتش التاسع عالميا والسابع في الدورة، وعاد ملك الملاعب الترابية إلى روما بعد غياب نحو عامين تحديدا منذ 2022 بسبب الإصابة التي أثرت كثيرا على مشواره الاحترافي. سأشارك في بطولة رولان غاروس بعد أسبوعين ونصف فقط، أشعر اليوم أنها اللحظة المناسبة لأقف على مدى جاهزيتي لما هو قادم. أنا لا أتحدث فقط عن بطولة فرنسا المفتوحة، أنا أتحدث عن المباريات المقبلة التي أحتاج فيها إلى التخلص من هذا الخوف. مباريات مثل مباراتي اليوم ستساعدني. أشعر بأنني أكثر استعداداً مقارنة بالفترة السابقة. تفوق دوسان لايوفيتش على لورينزو سونيغو ليبلغ الدور الثاني لبطولة إيطاليا المفتوحة في روما محققا فوزه ب3 مجموعات في 2:32 ليحسم الفوز ب6-3 7-6 و6-3 ويضرب موعدا في الدور الثاني مع سيباستيان بايز. ختام أخبار الرياضة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. ميبيليس معا نصنع المستقبل.